الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم المعرفة يقدم في حقل الاقتصاد الكلي ما يسمى مضاعف الضريبة تاكس مولتيبلاير، أقدمه هدية إلى الصديق من الجزائر من زيرام حجي. أرجو أن يكون فيه الفائدة القصوى لكافة أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا، وعلى بركة الله نبدأ. مضاعف الضريبة تاكس مولتيبلاير. يعطينا مضاعف الضريبة تاكس مولتيبلاير مقدار الزيادة أو الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي استجابة لانخفاض أو ارتفاع الضرائب في اقتصادنا. فالزيادة في الضريبة تؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض الضريبة يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، في العلاقة عكسية بينهما. الآن هذه الصورة التوضيحية هنا، لأن انخفاض الضرائب يؤدي بواسطة ارتفاع الدخل إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الضرائب يؤدي بواسطة انخفاض الدخل إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي. يأتي مضاعف الضريبة على شكلين: المضاعف البسيط Simple Tax Multiplier، والمضاعف المركب أو المعقد Complex Tax Multiplier. يستخدم المضاعف البسيط في حساب أثر الضريبة على الاستهلاك، ويستخدم المضاعف المعقد في حساب أثر الضريبة على مكونات الناتج المحلي الإجمالي. الآن المضاعف البسيط يستخدم في حساب أثر الضريبة على الاستهلاك، هذا الآن الإنفاق الاستهلاكي من قبل المستهلك العادي. أما مضاعف المعقد فيستخدم في حساب أثر الضريبة على كل مكونات الناتج المحلي الإجمالي، الاستثمار والإنفاق الحكومي والإكسبورت والإمبورت أو ما يسمى بالصادرات والمستوردات. لنفترض كمثال بسيط بأن الحكومة قررت انتهاج ما يسمى سياسة مالية توسعية Expansionary Fiscal Policy، وذلك بتخفيض معدل الضريبة بمقدار 10%. في الوقت ذاته تتوقع الحكومة أن يؤدي تخفيض معدل الضريبة هذا بمقدار 10% يؤدي إلى انخفاض حصيلة الضرائب بمقدار 200 مليون دينار، أي أن الدخل المتاح يرتفع بمقدار 200 مليون، لأنه انخفاض الضرائب بهذا المقدار سيذهب إلى الدخل المتاح، وبالتالي يرتفع بنفس المقدار. الانخفاض هنا الدخل المتاح يرتفع بمقدار انخفاض الضرائب. لنفترض بأن الميل الحدي للاستهلاك في هذا الاقتصاد الذي نتحدث عنه MPC Margin Propensity to Consume يساوي 75% 3/4، أي أن كل دينار يذهب على شكل زيادة في الدخل المتاح 3/4 تذهب إلى الاستهلاك، ما يعني بأن الأسرة العائلة household ستنفق من الزيادة في الدخل المتاح مبلغا مقداره 3/4 × 75% ضرب 200 يساوي 150 مليون دينار على الاستهلاك، وهو مقدار الزيادة الأولى في الاستهلاك، لكن هذا الإنفاق سيسبب زيادة إضافية في الدخل المتاح، وسيكون مقدار الزيادة الثانية في الاستهلاك كما يأتي. هاي الزيادة الثانية الآن MPC مربع بسيط تربيع 75% ضرب 75% ضرب 200 يساوي 112 مليون ونصف مليون دينار طبعا. وتكون الزيادة الثالثة MPC تكعيب، يعني مضروبة في نفسها ثلاث مرات ضرب 200 يساوي 84. بنلاحظ الآن الانخفاض المطرد هنا، الانخفاض المطرد في الزيادة في الاستهلاك نتيجة للحلقات ودوران الاستهلاك. يمكن حساب الأثر النهائي بواسطة صيغة مضاعف الضريبة التي تأخذ الشكل التالي. الآن الصيغة، والآن مضاعف الضريبة Simple Tax Multiplier TX sub SM تساوي MPC الميل الحدي للاستهلاك مقسم على MPS اللي هو الميل الحدي للادخار، ويساوي طبعا MPC تبقى هنا. هنا الآن MPS نستعيض عنها بواحد ناقص MPC، لأنه حاصل جمع MPS زائد MPC يساوي واحد صحيح، وبالتالي MPS يساوي واحد ناقص MPC، وتساوي الآن النتيجة النهائية 3/4 × 5% مقسم على ربع 25% يساوي 3،
يساوي 3. إذن التاكس ملتبلاير يساوي 3، بمعنى آخر كل دينار يتم تخفيضه من الضرائب وإدخاله على الدخل المتاح يكون أثر النهائي 3 دنانير، أي أن الأثر النهائي لتخفيض معدل الضريبة على الاستهلاك ثم الدخل الكلي يكون 200 مليون من الرقم الذي ذكرناه قبل قليل ضرب مضاعف الضريبة يساوي 600، طبعا ضرب 3 يساوي 600 مليون دينار أثر تخفيض الضريبة بمقدار 200 مليون. أما مضاعف الإنفاق الكلي اللي هو الأوتونوموس تاكس أوتونوموس إكسبنديشر مولتبلاير فهو معطى بالصيغة التالية، الإي إكس بي الإي إكس سم أم يعني اللي هو مضاعف الإنفاق الكلي يساوي 1/1 ناقص أم بي سي ويساوي 1/4 يساوي 4. إذن أثر زيادة الإنفاق بمقدار دينار واحد يؤدي إلى زيادة الإنفاق الكلي بمقدار 4 دنانير بواسطة المضاعف أو الملتبلاير، أي أن الأثر النهائي على الدخل يكون 4 × 200 ويساوي 800 مليون دينار من المثال نفسه طبعا، لأن هذا المضاعف البسيط للضريبة وهذا مضاعف الإنفاق الكلي. لا يجب علينا أن نلاحظ دائما مضاعف الضريبة أقل من مضاعف الإنفاق الكلي دائما، هذه القيمة هذه النتيجة دائما أبدا يجب أن تكون أقل من هذه القيمة في كل الحسابات. بالنسبة للمضاعف المركب للضريبة فيمكن حسابه إذا توافرت معلومات عن المعدل الحدي للضريبة، عندي تاكس مثل مارجنال تاكس ريت والميل الحدي للضريبة، هنا مارجن بروبنسيتي تو تاكس طبعا، والميل الحدي للضريبة مارجن بروبنسيتي تو انفست اللي هو الميل الحدي للاستثمار، والميل الحدي لنفقات الحكومة مارجن بروبنسيتي فور جوفرمنت تو اكسبند، والميل الحدي للمستوردات مارجن بروبنسيتي تو امبورت، حيث الان ام بي تي هذه تساوي حاصل الضريبة في يعني زيادة الضريبة بالنسبة لزيادة الدخل، وام بي اي الزيادة الحاصلة التغيير في الاستثمار نسبة للتغيير في الدخل، والام بي جي تساوي حاصل الان التغيير في جي نسبة للتغيير في الدخل، واخيرا ام بي ام اللي هو الميل الحد المستوردات هو حاصل التغير في المستوردات نتيجة للتغيير في الدخل، وتي هي حصيلة الضريبة طبعا هنا، وواي هو الدخل واي هو الاستثمار وام هي المستوردات. اما المضاعف المركب للضريبة فهو معطى بالصيغة الآتية، هذه الصيغة الطويلة نسبيا، حاصل قسمة الـ MPC الميل الحدي للاستهلاك قسم على 1 ناقص القوس كله، الآن لاحظوا القوس كله MPC ضرب 1 ناقص MPT من سكر القوس زائد MPI زائد MPG زائد MPM من سكر القوس. مثال، لنفترض بأن الحكومة الجزائرية ترغب بتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي، لا نريد أن نعرف معدل النمو، لكن الناتج المحلي الإجمالي في حاجة إلى 500 مليون دينار كي يحقق معدل النمو المرغوب به، ولا نريد أن نعرفه، لكن عرفنا الآن أننا بحاجة إلى 500 مليون. نفترض أيضا بأن الميل الحدي للاستهلاك في الجزائر هو MPC يساوي 80% من كل دينار يأتي زيادة على الدخل المتاح تذهب منه 80% على شكل انفاق استهلاك، ما يعني بأن الآن التاكس مولتبلاير يساوي 80% مقسم على 20% ويساوي 4، والمولتبلاير لكل الدخل يساوي 5 اللي هو 1/1 ناقص ام بي سي ويساوي 1/ مقسم على 20% ويساوي 5. إذن هذا التاكس مولتبلاير وهذا الاوتونوموس اكسبنديتشر مولتبلاير. الزيادة المطلوبة في نفقات الحكومة هي هلا ما تريد الحكومة أو ما ينبغي أن تقوم به الحكومة إنه الآن تزيد إنفاقها بمقدار 505 ويساوي 100 مليون دينار. أما الانخفاض المطلوب في الضريبة فهو التاكس المطلوب أن تخفيضها يساوي 500/4 قسم هذا 4 ويساوي 125 مليون دينار، ما يعني الآن إنه إذا قامت الحكومة بإنفاق 100 مليون دينار وتخفيض الضرائب على المستهلكين بمقدار 125 مليون دينار تجبي هذا الرقم الذي بواسطته تحقق معدل النمو المطلوب. شكرا لكم على حسن متابعتكم، لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية والتعليق على المحتوى من أجل تعميم المعرفة بلغة الضاد
لغة القرآن الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.